آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين أما بعد. اليمين هي الحلف بالله تعالى أو بشيء من أسمائه أو صفاته جل في علاه لتأكيد أو حث أو نفي أو منع. نعم. والأصل في اليمين أنه يجب على المؤمن أن يحفظها، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون بأن لا يحلف الإنسان في كل دقيق وجليل وفي كل صغير وكل كبير، لأن الله تعالى ذم الحلاف ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف هو كثير الأيمان والحلف، وذلك أنه يشعر بضعف تعظيم الله تعالى. نعم. أيضا من حفظ اليمين ألا يحلف إلا بالله تعالى، لما في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله تعالى محرم، وهو من الشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما في حديث ابن عمر في المسند بإسناد جيد. ومن حفظ اليمين أن يفي الإنسان بيمينه إذا كان ذلك خيرا، هذا فيما إذا كان حلف على المستقبل. نعم. فإن كان الإنسان بين خيارين فليختار أيهما أفضل، ولا تمنعه اليمين من أن يرجع عن الشر إلى الخير أو عن الفاضل إلى المفضول إلى عن المفضول إلى الفاضل. نعم. لقوله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عرضة أي مانع لكم أن تبروا أن تتقوا أن تصلحوا بين الناس. تعدلي ناخذ صلاة ثم نعود مرة أخرى. أم عمر من الكويت، تفضلي. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضلي يا أم عمر. معي سؤالين بارك الله فيك. تفضلي يا أختي. السؤال الأول شيخ خالد أحسن الله إليكم، أي الأعمال أهم تقديم، أعمال القلوب أم الجوارح؟ طيب. السؤال الثاني بارك الله فيكم، إذا كنت أسمع القرآن مسجلا ومر القارئ بآية فيها سجدة هل يشرع لي السجود؟ جزاكم طيب. الله خير. حياك الله أختي. ماجد تفضل. ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله ماجد تفضل. بخير الشيخ خالد، نحبك في الله والمذيع كذلك والله. جزاك الله خير. الله تعالى يجزاك الله خير. اي والله نحبك. انا بغيت اقول لك وانا بعد بس شو انا قلتها. لا انت واثق من نفسك يا شيخ، انا ضيف ونحبك في الله. حبك الله اعطينا فيه. تفضل يا ماجد سؤالك. بس انا اشهد ان لا اله الا الله، ان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال المعاذ الحديث فقد دخل الجنة، قال لا أخبرهم يا رسول الله، قال بلى ولكن لا تخبرهم لكي لا يتكلوا. نعم. أو مثل كذا، هذه هل تكفي؟ بعض الناس يا شيخ يعتقد أن الشهادة تكفي. كذلك يا شيخ عندي سؤال عن الصلاة يا شيخ. نعم. إذا كنت أنا باستراحة يعني وحولي مساجد كثيرة لكن باستراحة عندي عمال وعندي يعني غالبا جماعة، هل تجب الصلاة الجماعة بالمسجد علي أو تكفي الجماعة عندي بالاستراحة إذا كان كذا؟ وجزاكم الله خير والله. حياك الله يا مرحبا مسهلا أخوي ماجد. طب قطعنا فضل الشيخ، المعذرة نسيت وش هنا. أين احنا وصلنا إلى أن اليمين لا تمنع الإنسان من أن يفعل الفعل الفاضل. نعم. من قوله تعالى وتجعل الله عرضة لأيمانكم. أيضا يعني أيضا من قضايا من حفظ اليمين أنه إذا اختار خلاف ما حلف عليه أنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم ذكر الطريق للتحلل من هذا اليمين المنعقد، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة، ذلك فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فلابد اليمين المنعقدة من كفارة، وكفارتها بينها الله تعالى بآية من القرآن الحكيم. الكفارة على اليمين، فهل تكفي، وهذا السؤال الذي طرح، هل تكفي كفارة عن أيمان متعددة؟ لا. الجواب للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال إنه إذا حلف أيمانا ولم يكفر فإنه يكفي عنه كفارة واحدة ولو كانت الأيمان مختلفة الموضوعات،
بمعنى حلف ألا يأتي، حلف ألا يسافر، حلف ألا يزور، حلف ألا يكتب، حلف ألا يقرأ مثلا. نعم. وخالف في هذه كلها، قال من جماعة من أهل العلم أنه يكفيه كفارة واحدة عن إنه يكفيه كفارة واحدة عن كل هذا. نظروا إلى جنس اليمين، نظروا إلى أن هذه الأيمان تتداخل. أيها. وسبب التداخل أنها اتحدت في الموجب، اتحدت في المقتضى، اتحدت فيما يترتب على اليمين. أيها. وهو الكفارة. وإن كان السبب مختلفا بالنظر إلى أنواع الأيمان، لكن الحقيقة أن السبب واحد، حلف عليه. نعم. السبب واحد في كل هذه الصور، وهو اليمين، الحنث في اليمين. الحنث في اليمين، صحيح. الحنث في اليمين. نعم. فالسبب هو سبب الحنث. الحنث في اليمين، صحيح. فالآن اتحد السبب واتحد الموجب وهو ما يترتب على الحنث، فلما اتحد السبب والموجب تداخل الحكمان فأصبحت الكفارة كفارة واحدة. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وهو ذو مأخذ قوي. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن السبب ليس الحنث فقط، إنما الحنث في أمر معين، وبالتالي يجب له كفارة في كل أمر، في كل يمين مختلفة عن الأخرى. فإذا اختلفت الأيمان فإنه يكفر عن كل يمين كفارة، وهو قول جماعة، وقد عزاه بعض أهل العلم إلى أنه قول الجمهور أكثر أهل العلم. الأقرب من هذين القولين هو القول الأول، وأنه يكفي كفارة واحدة عن جميع الأيمان، لكن ينبغي أن يبادر في التكفير، وأن لا يقول والله أنا بصبر يعني شهريا أصبر حتى تجتمع أيمان ثم أكفر واحدة عن كل الأيمان. هذا تأخر فيما فرض الله تعالى، يجب أن يبادر. لكن لو وقع، وكف ولم يكف الإنسان في أيمان متعددة، فإنه يكفيه كفارة واحدة. هذا ما يتصل بما جاء السؤال.